السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من لغه لغه العصر النهارده هنكمل كلامنا عن عمليه التسويق بشكل عام والظروف المتحكمه في عمليه التسويق للشركات اتكلمنا عن ال... اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن المايكرو انفايرمنت او البيئه المحيطه بالشركه بشكل عام اما الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه النهارده وهو المايكرو انفايرمنت او البيئه العامه او البيئه الموسعه المتحكمه في عمليه التسويق للشركات طيب الماكرو انفايرمنت دي بي بي يعني ايه العناصر بتاعتها العناصر بتاعتها اول حاجه بنلاقي اسمها الديموغرافيس تمام بعد كده هنلاقي ان الوضع الاقتصادي في الدوله برضو من الظروف من ظروف من الظروف المحيطه في الدوله او في المكان او في او في الاقليم اللي انت هتنشئ فيه او هتعمل فيه عمليه التسويق من الحاجات المهمه جدا لان الوضع الاقتصادي من من حاجه مهمه جدا ما ينفعش, ما ينفعش مثلا تروح لمجتمع يكون فقير زي مثلا وليكن الصومال آه وتكلمهم وتعمل تسويق عن منتج او برودكت زي الايفون او زي آه منتجات ابل بشكل عام وتكثف الحمله التسويقيه هناك فالوضع الاقتصادي مهم جدا ان انت تدرسه قبل ما تعمل عمليه التسويق بتاعه الشركه بتاعتك بعد كده المرحله الثالثه العنصر الثالث هو الناتشرال او او البيئه الطبيعيه البيئه الطبيعيه في الدوله او في المكان اللي انت عايز تعمل فيه الماركتنج للمنتج بتاعك او للسيرفيس بتاعتك وليكن مثلا دوله زي اليابان مشهور او معروف عنها الزلازل والبراكين وعدم وعدم الاستقرار بشكل عام فما في شركه مثلا تروح تفكر ان هي تفتح مصنع اسمنت هناك على اساس ان هم في بيوت بتتبني هناك بتكون عماير كبيره وده طبعا ده ده مش صح لان معظم البيوت هناك في في, المناطق اللي من الزلازل والبراكين في اليابان بتكون مبنيه من الخشب لان معرضين للفيضانات في اي لحظه معرضين لزلازل في اي لحظه معرضين للفيضانات في اي لحظه فدراسه دراسه البيئه البيئه الطبيعيه للمكان اللي انت هتعمل فيه المنتج او السيرفيس بتاعتك مهمة جدا بعد كده الوضع التكنولوجي بشكل عام برضو من من الحاجات من المتغيرات المهمة جدا في عملية التسويق لأن ما يبقاش أروح برضو مكان أو عند شعب أو عند دولة ضعيفة تكنولوجيا واتكلم معاهم في منتجات تكنولوجية بحتة وليكن مثلا ان انا اروح دولة فقيرة من وسط افريقيا واكلمهم عن عن تقنية الفيجوال الفيجوال رياليتي الفي ار واقول لهم ان دي تمنها كويس او حاجة زي كده طبعا المشروع هيفشل فشل ذريع يعني لان انا ما الوضع التكنولوجي للدولة ما درستش الوضع التكنولوجي للشعب للشعب اللي انا هخاطبه من خلال عمليه الماركتنج ايه بعد كده الوضع السياسي اللي الدكتور كوتلر زودها آه وكنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان الدكتور كوتلر زود الوضع السياسي الوضع السياسي برضو مهم جدا في الدوله اللي انت ناوي تعمل فيها الماركتنج آه زي ما قلت وضربت المثل قبل كده ان ما يبقاش دوله مش مستقره سياسيا واروح اتكلم عن حاجه ترفيهيه لشعب اصلا هو او, أو, أو دوله بتعاني من وضع من وضع سياسي صعب عندها ارهاب عندها عندها حرب اهليه عندها حرب بشكل عام عندها ارهاب فما ينفعش اروح اتكلم معاهم او اعمل اعلانات او اعمل ماركتنج عن سلعه عن خدمه ترفيهيه زي زي السفر الترفيهي او حاجات زي كده تمام اخر حاجه عندي الوضع الثقافي في, في يعني في الماكرو انفايرمنت او البيئه العامه آآ آآ الوضع الثقافي الكالتشرال زي ما قلت برضو ان ما ينفعش مجتمع شرقي زي عندنا هيقبل نوعيه اعلانات معينه واحنا طبعا حضرنا في رمضان اللي فات في نوعيه اعلانات عملت ازمه كبيره والشعب والشعب رفضها بناء على الثقافه الشرقيه بتاعتنا وفي بعض المنتجات الانترناشنال لمنتجات انترناشنال زي سناكس او حاجات زي كده بتكون اصلا ليها اعلانات بره مصر وليها اعلانات جوه مصر فبالتالي لو بصيت على اعلاناتها على اليوتيوب او شفتها على اليوتيوب شفت اعلاناتهم بره مصر عامله ازاي هيجيلك آه صدمه آه لان هما, هما بيبقوا بصراحه بيبقوا دارسين كويس جدا المايكرو انفايرمنت فهم بيبقوا عارفين ان الاعلان ده نازل لانهي ثقافه نازل لانهي شعب نازل لانهي بيئه فبالتالي بيعملوا الحاجه اللي هيتقبلها الشعب آه فبالتالي مش كل مش كل الاعلانات بيقبلها الشعب بناء على الكالتشر نفسه وحتى مش المجتمع مش المجتمعات الشرقيه بس مجتمع مجتمعات متحضره زي المانيا زي زي فرنسا زي اسبانيا بيبقى عندهم شويه عادات معينه ما ينفعش حد ما ينفعش حد يتخطاها او ما ينفعش حد يجي ناحيتها او ما ينفعش ان احنا نتجاهلها في عمليه التسويق لان بالتالي الشعب هيرفضها فبالتالي بدل ما انت بتكسب عملاء جدد للبراند بتاعك انت هتبقى بتكسب اعداء جدد للبراند بتاعك لو ما درستش الوضع الثقافي بشكل كويس كده احنا اتكلمنا عن المايكرو انفايرمنت وقبليها في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المايكرو انفايرمنت اه. <applause> ودول من اهم المتغيرات اللي متحكمه في عمليه التسويق بشكل عام تمام طيب احنا لو عايزين ندرس البيئة المحيطة بشركتنا والبيئة العامة حوالين شركتي دي لها طريق طريقة دراسة معينة وهي اسمها البيست واند سوات اناليسيز بمعنى السوات اناليسيز دي بنقدر نقيس بيها او نقدر نحلل بيها المايكرو انفايرمنت البيئة المحيطة حتى لو ركزنا مع كلمة سوات هنلاقي ان الاس وهي اختصار كلمة strengths أو نقاط القوة في الشركة بتاعتي لازم أعرف نقاط القوة في الشركة بتاعتي كويس جدا عشان أقدر أعمل عملية تسويق بشكل كويس تمام ثم بعد كده لو دخلنا على حرف ال W هنلاقي وهي الويكنس أو نقاط الضعف في الشركة بتاعتي زي ما لازم أعرف واتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان انا لازم اعرف شركتي كويس جدا واعرف قوتها واعرف هي فين واحنا ارضنا فين بالظبط احنا واقفين فين من السوق احنا واقفين فين من العملاء بتوعنا آه لازم ده هيتم تحليله عن طريق تحليل نقاط القوه بتا... نقاط القوه بتاعت الشركه وبعديها تحليل نقاط الضعف بعد كده لو بصينا على الاو هنلاقي Opportunities او آه الفرص المتاحه قدام شركتي عشان تنافس عشان تنجح عشان تحقق نجاح اكبر تمام بعد كده هنلاقي التي الاخرانيه وهي الثريتس او المخاطر اللي بتواجه شركتي اللي ممكن تؤدي لفشل عمليه التسويق او تؤدي لفشل الشركه بشكل عام فلازم دي دي الاربع عناصر اللي من خلالها اقدر اعمل قياس او اعمل تحديد او اعمل تحليل لعمليه المايكرو انفايرمنت اللي احنا اتكلمنا عنها فوق بالعناصر بتاعتها اما الـ 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 الاسلوب الثاني في القياس وهو البيست اناليسز وده بنستخدمها في قياس او دراسه او تحليل المايكرو انفايرمنت تمام آه لو بصينا على البي اللي هي آه يعني هي بيست او البي وهي الوضع السياسي political الوضع السياسي في البلد زي اللي حصل مثلا عندنا في دولتنا دولتنا مصر حصل فيها ثوره فلازم لازم تبقى عارف الوضع السياسي في الدولة عامل ازاي عشان ما يبقاش البلد فيها ثورة وانت تنزل بمنتج او تنزل باعلان حملة مستفزة يستفز الرأي العام من حواليك او يستفز الشعب ده لانك ما عملتش دراسة كويسة للوضع البوليتيكال في الدولة تمام؟ آه بعد كده زي ما قلنا الوضع الاقتصادي في البلد وهو ان احنا يعني نبقى عارفين البلد ايه ظروفها الاقتصاديه هل بتمر بازمه اقتصاديه ولا لا ده هيفرق معانا في عمليه التسويق لان ما ينفعش في بلد يبقى عندها ازمه اقتصاديه كبيره طاحنه واجي اعمل ماركتنج لسلعه سعرها غالي جدا او سلعه ترفيهيه من الدرجه الاولى مثلا زي العربيات الفارهه الالمانيه تمام بعد كده الاس يعني البي اس الاس ال هي الوضع الاجتماعي السوشيال الوضع الاجتماعي وهو ان احنا كمجتمع شرقي ما بنقبلش حاجات معينه في الاعلانات ما بنقبلش بعض الالفاظ المعينه ما بنقبلش بعض الاشكال المعينه في الاعلانات بتاعتنا فبالتالي الوضع السوشيال لازم تدرسه بشكل كويس جدا في في البيست اخر حاجه الوضع التكنولوجي التكنولوجيكال وهو الوضع التكنولوجي وطبعا احنا اتكلمنا عنها ان ما ينفعش تروح في دوله عندها بنيه تحتيه تكنولوجيه مش كويسه وتكلمهم عن تعمل تسويق عن شركه تكنولوجيه متقدمه جدا زي خدمه الفي ار مثلا فيجوال رياليتي آه زي آه آه زي مثلا في مجال التليكوميونيكيشن آه 4G هم اصلا عندهم آه 3 g ممكن يكون بالعافيه جدا او حاجه زي كده فلازم دراسه الوضع التكنولوجي قبل ما نقبل قبل ما نعمل عمليه التسويق فبكده من خلال البيست والسوات اناليسز نقدر نعمل تحليل كامل وشامل للمايكرو انفايرمنت اللي هي حوالين شركتي البيئه المحيطه بشركتي ثم آه آه الماكرو انفايرمنت البيئه الموسعه حوالين شركتي تمام آه هندخل هنا نتكلم عن اهداف التسويق بعد ما عملنا عمليه التحليل وبعد ما عملنا عمليه الـ آه آه ان احنا عملنا البلان بتاعتنا او الماركتنج بلان بتاعتنا حددنا ملامح المنافسين حددنا نقاط القوه والضعف في شركتنا ونقاط القوه والضعف عند المنافسين بتوعنا عملنا تحليل بشكل كامل البيئه المحيطه بتاعتنا والبيئه المحيطه حوالين شركتنا لازم دلوقتي نعرف ايه اهداف التسويق لان التسويق عمليه اكيد ليها هدف وخلينا نتفق ان الهدف الاب او الهدف الام لعمليه التسويق هو الانكريزنج سيلز ان احنا نزود المبيعات مفيش شركه على وجه الارض هتعمل عمليه تسويق لاي غرض غير انها تزود مبيعاتها او غير ان هي تبقى معروفه فبالتالي تزود مبيعاتها حتى لو الهدف كان ظهر من خلال البروموشن او من خلال الاعلانات غير مباشر ان الهدف المباشر الهدف الاساسي هو زياده المبيعات تعالوا نشوف اهداف التسويق هنتكلم عن بعض الاهداف اللي هتفيدنا في المجال التسويق الرقمي بشكل عام، طبعا اهداف مجال التسويق كتيره جدا، واتكلم عنها دكتور فليب كوتلر بشكل موسع جدا، لكن احنا هنتكلم عن اللي هيقابلنا في الديجيتال ماركتنج بس او اللي هنحتاجه في التسويق الرقمي بس، اول حاجه مثلا ان احنا عندنا هدف من اهداف التسويق اسمه البراند اويرنس، ان انا ان انا يبقى مهمتي ان الناس تعرف البراند، انا عايز اعمل اويرنس، عايز الناس تبقى عارفه البراند، كل مهمتي ان انا اعمل بومنج اعمل اويرنس اعمل 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 طفره اعمل حاجه ان انا ابقى قدام الناس ان الناس لازم تعرف ان بقى في شركه اسمها كذا بقت موجوده لا بقى في منتج اسمه كذا بقى موجود بقى في سيرفيس اسمها كذا بقت موجوده دي اسمها براند اويرنس ان انا اعمل انتشار او بومينج جامد جدا للخدمه بتاعتي او للمنتج بتاعي فبالتالي الناس الناس تعرف ان بقى في منتج اسمه كده تمام الهدف الثاني واللي احنا اتفقنا ان هو ابو الاهداف التسويقيه ابو اهداف يعني ابو الاهداف كلها ان احنا عايزين نزود المبيعات خلينا متفقين ان احنا بنعمل ماركتنج عشان نزود مبيعات شركتنا عشان شركتنا تتوسع عشان شركتنا تبقى اكبر تمام آه بعد كده هنلاقي في هدف من اهداف التسويق آه يعني الى حد ما خبيث شوية وهو الكوميونيكيشن ان انا ازاي اخلق قنوات تواصل وتفاهم مع العملاء بتوعي عشان اكسب الولاء بتاعهم ازاي ان انا افضل بشكل مستمر براعي رأي العملاء بتوعي وبهتم بارائهم وبطلب ارائهم و... واللي بيطلبوه انا بعمله، طب انتوا عايزين منتج شكله عامل ازاي؟ طب احنا مهتمين بارائكم، طب كذا انتوا عايزين منتج شكله كذا احنا هنعمل منتج اسمه كذا، اه لو عايزين كذا هنعمل كذا، اه المنتج اللي فات لاحظنا ان هو مش عاجبكم فعملنا لكم منتج جديد، اه الاسعار زادت فعملنا لكم 25% زياده على المنتج بتاعنا، وما الى اخره من اسليب من اساليب من اساليب التسويق اللي بيكون هدفها كوميونيكيشن او العميل يحس بشكل عام ان البراند متواصل معاه بشكل مستمر البراند مش متجاهله البراند على على علم بمتطلباته فده بيخلق نوع من انواع الولاء للعميل للبراند ودي بتكون وصله رائعه جدا بتعمل بتعمل عمليه تسويق كمان عن طريق ان العميل العميل اللي انت كسبته بيتكلم عنك بشكل كويس في دايره معارفه كلها اللي اسمها وورد باي ماوث ان هو بيتكلم عنك بشكل كويس في دايره معارفه فبالتالي انت بتكسب عميل انت جندت العملاء بتوعك ان هم يتكلموا عنك بشكل كويس ويجيبوا يعملوا لك عمليه ماركتنج وانت قاعد ما بتعملش اي حاجه مجرد بس ان انت رضيته حسيته حسسته ان ان رايه مهم جدا عندك ان في كوميونيكيشن بينك وبينه لا ان هو رايه مهم ان انت مهتم بيه فده هدف من ضمن الاهداف اللي نقدر نقول عليها خبيثه شويه لكن بتتسبب بشكل مباشر في زياده المبيعات بشكل كبير في بعد كده هدف من ضمن اهداف التسويق بتاعتنا هدف اسمه كونكشنز والكونكشن هنا غير الكوميونيكيشن الكوميونيكيشن هو تواصل خلق قنوات تواصل مستمر مع العميل بتاعي عشان اخلي عنده نوع من انواع الولاء اما الكونكشنز هنا دي بتتعمل من بعض الشركات البراندات الكبيره ان انت مثلا تبقى في فرع من فروعهم فبعد ما تخرج من الفرع تلاقي مكالمه جاتلك يقولك احنا عايزين نعرف مدى رضاك عن زيارتك للفرع بتاعنا اه تشتري منتج فتلاقي المكالمه جاتلك من الشركه الام او الشركه اللي انت اشتريت منها البراند تقولك احنا عايزين نعرف راي حضرتك في المنتج اللي انت اشتريته وعندك مشاكل ولا لا ده اسمه الكونكشن اللي هو بمعنى بالمعنى البلدي بتاعها اللي هو خدمه ما بعد البيع ان انا بهتم بالعميل بتاعي بخدمه ما بعد البيع بتخلق عنده حته رضا شويه وبتخلق عنده برده جزء شويه من الولاء حاسس ان هو مش مجرد ان انت اشتريت المنتج خلاص احنا ما عرفناكش تاني آه بتخلي العميل مرتاح نفسيا آه حتى لو كان متردد وهو بيشتري حتى لو كان متردد وهو بيدفع آه دي بتخلق عنده روح من الشعور بالطمأنينه او او بالراحه شويه وهو الهدف الكونكشنز في عندنا اهداف تانيه زي هدف البراند بوزيشننج وهو هدف انتشر بشكل كبير جدا في اخر عشر سنين في مجال الماركتنج بشكل عام مش الديجيتال ماركتنج بس هو انتشر بشكل كبير في الاوفلاين ماركتنج وهو معناه براند بوزيشننج ان انا اخلق صوره افتراضيه معينه في المايند سيت عند العميل بتاعي ان هو يعرفني بيها يعني انا مثلا عايز اقول له ان انا المنتج رقم واحد في السوق فدي بشتغل عليها باسلوب وبتكنيك معين هنعرفه في الحلقه الجايه آه ان انا اقدر اقول للعميل آه في المايند سيت لا اراديا طبعا هو قاعد بيتفرج على على الماركتنج بتاعي او الاعلان بتاعي ان انا المنتج رقم واحد في مصر انا الخدمه رقم واحد في مصر آه انا المنتج اللي مهتم بيك انا اللي بيراعيك انا اللي دايما بياخد بالي منك وهكذا بتخلق 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 عند العميل بوزيشننج بصوره ذهنيه معينه بيعرفك بيها بتفضل عنده في المايند سيت بيفضل حافظ حافظك بيها بيفضل عارفك بيها وليكن مثلا نوع من انواع الشوكولاتات انت اشتغلت عليه في الماركتنج بتاعك ان هو بتسد الجوع فبالتالي اتخلق عندك في المايند سيت ان انت مجرد ما تقف قدام ثلاجه شوكولاتات فيها شوكولاتات مجرد ما تشوف الشوكولاتة دي اللي اتعمل لها الماركتنج ودخل في المايند سيت بتاعك ان هي هتشبعك فبالتالي بتلاقي نفسك لا اراديا بتشتري المنتج ده لان هو لعب في المايند سيت بتاعك على بوزيشننج ان هو هيشبعك فالبوزيشننج متعدد مختلف مش شرط ان انا اقول البوزيشننج بتاعي ان انا اكون رقم واحد مش شرط اطلاقا لكن ممكن اعمل بوزيشننج ان انا الخدمه هي الاريح هي الافضل هي الارقى وما الى اخره فالبوزيشننج بشكل عام مش شرط ان انا اقول ان انا رقم واحد عشان انا كده بعمل بوزيشننج لكن بوزيشننج ان انا اخلق صوره ذهنيه معينه تفضل ثابته في المايند سيت في عقل العميل يفضل عارفني بيها ده هدف من ضمن اهداف التسويق ومعظم البراندات الكبيره بتشتغل عليه بعد كده في عندنا هدف معروف برضو هو اسمه سي اس ار او او آآ آآ Corporate آآ آآ السوشيال responsibility او المسؤوليه المجتمعيه للشركه دي وده باختصار شديد جدا ان البراند ده بيشتغل على وتيره ان هو بيعمر في البلد او في المجتمع اللي هو فيه احنا بنعمر احنا بن بنطور احنا بنعمل كذا آه، لو خدت المنتج بتاعنا احنا هنطور مثلا آه 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 كو... كره الصعيد آه، لو اشتريت الخدمه بتاعتنا احنا هنساهم في في, في التعليم آه، لو عملت كذا احنا هنساهم في كذا ده هدف من ضمن اهداف التسويق لمعظم البراندات في السنين الاخيره بقت تشتغل عليه بشكل كويس جدا اللي هو المسؤوليه المجتمعيه آه، ان هو بيشارك بيشارك آه... جمعيات او مؤسسات المجتمع المدني في التطوير في الدوله وفي المجتمع اللي هم البراند ده موجود فيه تمام اخر حاجه عندنا في الـ في البراندات في, في الـ الاهداف التسويقيه وهو هدف اسمه براند جوسب او, أو بمعنى اصح النميمه او الجدال تمام وهو باختصار شديد جدا ان انا بعمل ماركتنج من خلال ان انا بخلق مصطلح غريب او بتكلم بطريقه غريبه او بقول حاجه غريبه يستغربها العميل فبالتالي يرفضها او يتفق معاها فتخلق حاله جدال فبالتالي البراند يكون اسمه متسمع في كل مكان هو ده الهدف من الموضوع ان انا اعمل لك ماركتنج ان انا اعمل لك ماركتينج او اعمل لك اعلان بلفظ غريب او بكلمه غريبه او بمصطلح غريب يخلي الناس كلها يخلق حاله جدال عند الناس تتكلم تتكلم تك... عن الناس تتكلم عن البراند الناس تتكلم عن البراند في المدرسه في ال... في الشارع في ال... في الجامعه في كل حته وهو ده الهدف الاساسي من البراند جوسب ان الناس تتكلم عن البراند في كل حته لان ده لا اراديا بيثبت اسم البراند في المايند سيت عند العميل ولحد كده خلصنا من اهداف يعني انتهينا من اهداف التسويق بشكل عام في اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله وهنتكلم عن باقي اهداف التسويق الرقمي شكرا ليكم